كما أعلن رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خلال المؤتمر أيضا أن نسبة النجاح في العينة العشوائية لمادة اللغة الألمانية بلغت نحو 97.3%. جملة الأوراق في مادة اللغة الألمانية 3787، نجح منهم 3682، يبقى نسبة النجاح كام؟ 97.2%. حاصلين على الدرجة النهائية بقى 969 طالب، أقل من 100، من 90 لأقل من 100 1068، من 80 لأقل من 90 762.